سرور سم من المصادر التي وصلتني سالفة ملخصات مادة التفسير معك أنت أخوك. لا قال يضحك قبل السالفة. ايوه بذمتك منين جت هذه؟ والله مصادر. لا من الهاشتاج ولا ما ولا لا مصادر هذه مصادري انا. ما لها علاقة في الهاشتاج. لا ما لها علاقة بالهاشتاج هذه مصادري انا. شوف هو اكيد شوف ما كنت ناوي اقولها بس بما انها جت فما يعرف الا هو ترى. يعني اللي اخوك اللي هو اللي يتكلم او انه احد ساله وقال له عطنا شيء واعطاهم هذه فاللحظة ذي ممكن. انت قبل لا تدخل برنامج وصي اخوانك ما يطلعون سوالف ولا يطلعون شيء. بس في خيانات حصلت ها؟ والله العظيم. لا واتوقع ان احد الاسباب انهم جو ما شفتهم عشان محرص صرت ما اعرف شيء. شوف هم الان يجيبونها بطريقه تذكرونك يعني يرحم امك اي سالفه قديمه اذا جينا مره ثانيه اعرف الاسئله ذي. اسلم طال عمرك. هذا ما ادري قايل اسمه لكن ندرس انه احنا عندنا ملخص تعرف انت في متوسط احنا متوسط ايوه تقريبا ثالث او ثاني متوسط ايام ما بدات الملخصات اي ايام ما بدات جلست انا وكنا نذاكر المهم المدرس ما شاء الله كان متعاون جدا وغير كذا انه كان يشرح شرح لدرجه انه يصير الاختبار سهل من كثر ما احنا عارفين وشرح المفصل ما شاء الله عليه مره يعني ما يخلينا نرجع للكتاب ايوه فكان وش يسوي يقول يا شباب اعطانا ملخص فيه اسئله و اسئله كامله كثيره الاسئله وقال هذه الاسئله ترى بتجيكم منها في الاختبار يمكن تقريبا 15 صفحه كذا ايوه المهم بدينا نذاكر انا واخوي هو طبعا اذا صارت مذاكره لانه حفظ سبب نزول ما ادري ايش تفسير ايه كلها حفظ يعني ما فيها فهم جميل فكان الاسئله المهم ما شاء الله على اخوي ذا يبدا قبلي يعني عنده انا يمكن اقول لك انا ميزتي اني انا مهما حتى لو تاخر الوقت اعرف امكانياتي واعرف متى كم اللي يمديني احفظ يعني اعرف مثلا قبل الاختبار بساعه ابدا العشاء هو لا يوم يجي من المدرسه واقف يبدا الين بكره ويذاكر طبعا هو ما شاء الله حفظ عنده يحفظ ويعاني من الحفظ لكنه يحفظ المهم جاء العشاء كيف قال خلصت والله قال والله اني ما شاء الله شطب وانا توي ما بديت حلو قلت والله ما شاء الله عليك المهم اني راح انتهت السالفه جاء الاختبار صحح لنا جت الدرجات فلان انا درجتي كامله ما ادري ايش فلان عجب جاء عند اخوي قال له صفر اح خ اختبار شهري هو ايوه صفر هنظر فيه وش مسوي المشكله اني متاكد اني مذاكر الماده انا متاكد يعني ممكن احيانا تجي ايش ذاكر ماده مو بنفس الاختبار صحيح لكن لا هذه مذاكرها انا وياه سوا وش السالفه وين درجه كامله كيف انا اخذت درجه اي حلو لكن هو جاء صفر مع انه مذاكر وحافظ وانا متاكد انه مذاكر يعني ويقول شطبت الماده ومخلص بدري وش السالفه قال والله انا ما ادري قالوا بنرجع بيرجع للملخص حقه ايوه طبعا رجعنا الملخص ايش لقينا وش مسوي هو كان عنده الملخص كان ناخذ الاجابه هو وش مسوي السؤال في سؤال جايت سؤال وسؤال سؤال 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 هو كان يعني البلا فيه هو في الاختبار هذه يجيك سؤال واحد بعدين سؤال اثنين سؤال ثلاثة تحت بعض تمام جاوب تحت لا هو ايش كان يسوي ما شاء الله تبارك الله قل ما شاء الله بس ما شاء الله على ذكاء يقرأ السؤال الأول ويحفظ السؤال الثاني على أنه جواب الأول في ذمتك خبص أم الدنيا أتفهمت الحين إيه يعني السؤال الأول اوكي أيوة. يحفظه تمام يروح للسؤال الثاني السؤال اللي تحته يحسب انه اجابه ايه اجابه للسؤال الاول ويحفظ على انه اجابته ويسوي يعني تكنيك يعني نحط الاجابه هنا وهذه نزل اجابته هنا لا هو كذا مش على السؤال واحد تحت بعض هذا كلام ايه تمام يوم جاء السؤال لا ما في كل اللي جتها اسئله هو مستغرب يجي سؤال ويجي جواب في الاختبار يلقى فيه سؤال ويلقى فيه جواب هو حافظ على انه ما حافظ واحد سؤال وواحد جواب ايوه وخذ صفر منتصف الجبهه صار الرجال شو مسوي في الاختبار؟ كل الاجابات اللي مجاوبها كلها اسئله يكتب اسئله المدرس ما قال انت يكتب اسئله المدرس ما يدري ايش السالفه جاء لقى الرجال واضح ان الرجال مذاكر
رجع لك اكتب صيغة السؤال زي ما هي. زي ما هي.